ما كاش اهتمام حقيقي بالكاتيجوري جون. هو ذكر تكوين المكونين سي لا باز، انا نزيد لها سي يعني التكفل بهذا اللاعب، تعطي له يعني انر دو جو على الاقل مساحه وين يلعب فيها، ما تقسمش انت سير كات ولا سير سانك، هذه وحده. اثنين عمليه الانتقاء ونيفو دي جون كان نهبطوا اليوم، يعني ماهوش غير تكوين المكون سي بيان، تكوين المكون كي تكونوا تعطي له يعني الحجم الساعي من التكوين وتخليه ان سبيسياليست في لي جون. من يضمن لك انه لا كرام تاع لي زونترينور اللي مختصين في تكوين اللاعبين الشبان هما اللي يخدموا على نيفو دي كلوب، كيفاش تكون هذيك الالزاميه؟ سي سي امبورتون باش تلزم عليه انه تاخذ لي ميور باش يكونوا. ثم برنامج العمل تاع لي جون، باسكو تسطروا المديريه الفنيه الوطنيه ويكون لين دو كوندويت نمشيو عليها. ثم انتقاء اللاعبين، انتقاء اللاعبين، روحوا نيفو دي جون اللي احنا كاعلام ما نتكلموش عليهم. هناك يعني ولا يعني لو بارون لي بارون اون الجيري نقول لك سي ليجيتيم سي براغماتيك جو سي با، يشوفوا في ولادهم ان فون دو كوميرس، يشوفوا واش يصرى في البطوله الجزائريه، يشوفوا لي سالير في البطولات الاجنبيه، يشوفوا انه مسار الابن تاعو كلاعب كامل ميسي وكريستيانو، واللي يتكلم معاه يقول لك انا وليدي 5 سنين 6 سنين كرون جوار. سي سا هذه الحقيقه وانا نعيشها في 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 ارض الواقع. وبالتالي مثل العرض والطلب، مثل العرض والطلب، هناك اقبال كبير من لي بارون على الانديه باش يدخلوا لولادهم. وتولي اونت جيمي فيها المعرفه بزاف. لا فيها اللعب كثير، ولا لي بارون هما يخلصوا المدربين. يخلصوا المدربين باش يبدوا يلعب. وي هما يديروا كل باش ولادهم يلعبوا. نعطيك ان بيتيت اكزومبل، يعني نتكلم عن الانديه الكبيره، يعني ولا ان فون دو كوميرس، لانه الاضواء ما كاشها، كان ماهيش ما كاتيجوري جون دراري يلعبوا نخلص عليك انا ندير فيك مزيه، باسكو من بعد انت وليدك بوتيت يولي ان كرون جوار، واحد الحساب فو، والادارات داخله في هذا النهار، باسكو ما كاش كلوب عنده فيريتاب بروجي، كاينش واحد يعطي بروجي، البروجي تاع الكلوب الجيريان سي سي سينيور ندو كامل التيتر، سا سي مالورو. سي سا يقول لك لي جون، لي جون ما همش انا دير اي 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 مدرب يتحكم فيهم، والناس تولي تخلص اموال باش جوست وليدو يلعب. سا حقيقه ثابته في وقت مضى من اجل يعني وضع حظر للتسرب المدرسي مثلا، لانه لي جون اون 17 اون 18 اون كيما كانوا يو 20 ولا يو 21 يتبعوا لي سينيور، والناس الدراري يقراو وصيبو يلعب يدير 1000 كيلومتر وبيجي يروح ويلعبوا بثلاثه على ليبوك وقت الاتحاديه زاتشي يبروغراميهم جور دو سومان، وعندك ديبلاسمون جو سي با 500 600 كيلومتر الولد يحرك 3 جور. سا سي 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 انكرويابل واش كان يصرى. الولد ما يقراش ولا واحد يتكلم عليها، وهذا الشيء اليوم كيعاود يقول لك ما نلعبش على 9 تاع الصباح، وي ليطا دو سونتي تاع الجوار تاع تحميها. و جو بونس ميم تخيل يامات لو جوار وين ما يخسرش الدراسه تاعو. نتكلم لك على لو سيستيم دو كومبيتيسيون ونختم بهذا باش نقول لك الطريقه اللي صايره او نيفو دي كلوب اللي تتلقى دعم الدوله. بدلوا لو سيستيم دو كومبيتيسيون في وقت مضى صافي 10 اون اريير، قال لك نو لي سيتي بون بيان ريفليشي شويه، قال لك نو لو جوار جون ما يقدرش اليوم تاع ان كادي تبعثو انت 400 كيلومتر سي با نورمال، قال لك نديرو شاك كاتيجوري جون يلعبو ريجيونال، تسمى مولوديه تلعب مع بولوغين تلعب مع باب الواد جو سي با يا سي تويت. ماذا جرى؟ الانديه المسمات كبيره اللي وفاق سطيف ما كانوا داروا سطيف استثناء، يعني لي كاتيجوري جون تاعهم على ليبوك بانوا، يعني الانديه كي لاجياس كمولوديه ليسما كبيره جدا عندها اسماء تلعب مع دي ميم كاتيجوري بصح انديه ماشي معروفه في الشرق وفي الغرب. صحيح. اللي راحوا للبلاي اوف اسماء نوادي شو ما تجيش في بالك ماشي معروفه، قال اتحاد شباب جو سي با حجره النص ولا انديه ماهيش في الخريطه تاع الكره الجزائريه. هادو اللي راحوا للبلاي اوف انا شفت على ليبوك اللي راحوا للبلاي اوف شفتهم جيتي فريمون شوكي، ما انا عم بالي قلت له هذا انتر كارتي ولا كي سقسينا قال لك هذا هو مثلا دون لي بتي كلوب اللي نقولوا احنا رانا اليوم في في
شامانوف الفريق تاع شامانوف يدي لي ميير جوار باسكو الناس ما يجوش عندي يقول لك انا واش عندي الايكيب تاع جو سي با تاع رابيد مثلا ما طلعليش وليدي لي ميسي نروح للمولودين نروح للسي ار بي نروح لليسما سي دي ميير جوار اللي ما عندهمش المعرفه الا دو بتي كلوب وكي يلعبوا مع معاهم مع لي غرون كلوب يربحوهم بثلاثه اربعه خمسه وما راحوا للبلاي اوف ماذا جرى وساختم بهذا رؤساء النوادي الجزائريه شعروا بالحرج وعرفوا انهم تفضحت الحاله بلي لي جوار تاعكم ماهوش لي ميور ماكش تخيروا على حساب على معيار الكفاءه على خلاف ما يحدث في نادي بارادو يدوا لي ميور باسكو سي بروجي سبورتيف ايكونوميك بالغايه تاعو انه يدير منتج مليح ويسوقوا ضغطوا على فيديراسيون جا دو فوتبول عاودوا له السيستيم كلاسيك انه لويس ما تلعب مع البولوديه مع لا جي اس كا وحجر في النص تلعب مع 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 لو نيفو تاعها باش ما يبانش لعيب سي سا واش قال مصطفى بسكري تكوين المكون المهم ولكن ماهيش النقطه الوحيده سي اسمح لي لي سون دو فورماسيون يكونوا لي مساحات اللعب لي موان دو ريكيبيراسيون لي موان تاع 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 لا فورماسيون المكونين يكونوا على مستوى عالي اي لا ديتيكسيون اختيار وانتقاء اللاعبين يكون على حسب الكفاءه ولا ليس على حسب المعرفه.